جدا. واسحب مع الوينج بس ما بجيبش على الوينج في الطبق، يعني خط كده موازي للوينج. ازاي؟ هو مش واضح لاني هو شعره، مش إيه؟ انا مش ضاغطه الفرشه، انا بستخدم بس الفرشه ايه؟ شعره كده. خروج بتقول لك اهلا حبيبي. ايه بتقول لك درجة الفاونديشن كام؟ ان بي 4 خلطتها مع ان جي 1. ان بي 4 مع ان جي 1 بطلع ايه على الخط الرفيع تحتيه مش عليه. تمام، سن الفرشه تحتيه مش عليه تحتيه. مط ايه مط كله مط.
بسيحش الاي لاينر من تحت او جيل لاينر من تحت، ما بسيحوش باي حاجه شمال خالص. تمام. جاي عشان لو فتحتها على واسع من قبل، مثلا قبل ما ادمع العين مثلا بنص سنتي هتوسع لي العين اكتر، لان انا مش عايزه العين توسع اكتر. ايه موازي الخط الاعلاني. تمام. شوف لو فايع ازاي. هو لسه عم Thank you.
بقى الفرشة. سحب اي خط. افتحها شوية نعم نطلع العين. ايه بتقولك اللوز باودر كانت ايه؟ هنحط ايه اللي بين ايه الفاصل اللي بين السحبة اللي فوق والسحبة اللي تحت تمام عشان يظهر اكتر عندي. بس اللف بس من تحت شوية تمام اللون الأحمر اللي احنا كنا حاطينه لون الديكولي تمام تلاقيه من تحت كده ايه شروق اديني بس ضيق
عايز يقفل خلاص. لا لا طبعاً تعرفين حالاتي Thank you.
بس مفرغه شويه عشان كده ببقى عايزه هي فتحها عينيها ولقيتها اليمين هيبان بينا مش تمام. ايه انا لسه ما كررتش الطول لا بس مظبوط طبعا انا معاك كلها اسود قدام زي ورا زي عايزه ايه من ورا ما تكونش نازله عشان انا عايزه ابين لو انت نزلتيها تحت السحبه بتاعت الايلانر دي مش هتبان، السحبه بتاعت الايلانر مش هتبان، اللي هي طبعا عملتها ليه من نص الهدريه بتوعها. استسلمت وما عملتهاش. Thank you.
لا لا هو بس هو طرفها مني وانا عايزه اعمل، لكن انا مش هطول. انا برسم الايلانر بتاكل لاينر عشان ايه؟ تلاقي عشان لو اي جيتر جه على الايلانر ايه اشيله. الليكود لما يتحط على جيل بقى ما يحصلوش تاني. صلحي بقى السؤال. Thank you.
هي شفافة كبيرة مش محتاجة على الشعر من الأولين.
بس اجيب السبع في كده يا نهار.